هنكمل دلوقتي ان شاء الله اخر جزء في ال devices، ودي هتبقى محاضرة ال expansion devices. طيب ال expansion devices اللي احنا عارفينها هي بتكون متقسمة لكام حاجة او لكام نوع. عندنا انواع كتيرة جدا، ما تتخضش منها. ايه اللي يهمني فيها؟ اول حاجة لو بنتكلم على ال capillary tube. طيب ايه ال capillary tube دي؟ عندنا طب الاول كام نوع؟ عندنا capillary tube، عندنا manual، automatic، thermostatic. التلاتة دول بنفس الكونسبت، مانيوال واوتوماتيك وايه وثيرموستاتيك تقريبا. ماشي. الالكترونيك نفس الموضوع ولكن الفكرة مختلفة. اللو سايد والهاي سايد فلوت، ودول اللي اتكلمنا عليهم قبل كده وقلنا دول لازم يستعملوا مع الفلودد ايفابوريتورز. طيب تعالى ناخد اول نوعين، الكابيلاري تيوب والمانيوال. دول بيكون ايه مشكلتهم في الحياة؟ زي ما انا كاتبها كده، نو كنترول، مفيش اي نوع من الكنترول ممكن حضرتك تعمله على البتاعتين دول. طيب نبص كده على الكابيلاري تيوب. دي بتكون عبارة عن بايب صغيرة جدا، الدايمتر بتاعها بيكون من نص الى 3 ملي، في حين انه البايبس اصلا بتاعة التبريد بتكون عبارة عن ايه، 3 تتمان انش، يعني بتبقى نص انش، 3 تتمان، في 5 تتمان، بس دي بتكون في الدوائر الكبيرة. ماشي. فدي يعني حوالي حاجة ايه، جزء من سنتي وشوية. تمام. دي البايب العادية بتنزل مرة واحدة، تلاقي الفلو دخل في ايه، في كابيلاري تيوب، بتكون شكلها عامل كده شبه ايه، سلك التليفون كده ملولوة. طبعا الماتيريال 90% بتكون نحاس علشان تبقى كومباتيبل مع بقية الماتيريال بتاعة بتاع دي التلاجة، مع بقية البايبينج. وبتكون بتركب فيها ازاي؟ هي زي ما انت شايف في ده فلير الوز، بيكون البايب دي لو فردتها بقى على الاخر كده بتطلع لك حوالي من 1 الى 6 متر. التلاجات المنزلية العادية بتكون حوالي 3.5 او 3 متر. تمام. ودي طبعا مفيش اي نوع من الكنترول عليها، ولكنها رخيصة فبتستعملها عادي. ايه مميزاتها؟ inexpensive، عشان كده دي اهم حاجة فيها، no moving parts، وبالتالي هي عبارة عن بايب ضيقة، فالفلويد الضغط بتاعه بيقل ازاي؟ عن طريق انه مشي في بايب طويلة ودايمتر صغير، فحصل له فريكشن لوسز عالية. في نفس الوقت هي مالها، مقدرش اعمل لها مانتننس بأي شكل من الأشكال، ولا اقدر اعمل لها ادجاستنج على أي شكل. التلاجة كانت شغالة تبريد، مقدرش اقلبها تجميد. تمام. نكمل بعد كده لمين؟ لحاجة اسمها ايه، الاوتوماتيك اكسبانشن فالف. من اول هنا الكونسبت متقارب. يعني ايه؟ تعال نشوف بقى رسمتها ونفهم من الرسمة احسن. ايه البتاع اللي قدامك ده؟ هو انت اصلا جايب الاكسبانشن ديفايسز ليه؟ علشان تقلل البريشر بتاعة الريفريجرنت الليكويد اللي خارج من الكوندنسر، اهو ليكويد فروم كوندنسر. عاوز تعمل فيه ايه؟ عاوز تقلل ضغطه وتخرجه في صورة ميكستشر يروح للإيفابوريتر. ازاي؟ عن طريق ثروتلينج بروسيس، يعني ايه، كونستانت انثالبي بروسيس. طيب بيحصل ايه بقى هنا؟ الفلويد هيعمل ايه؟ اهو الفلويد دخل من الكوندنسر، لقى قدامه حتة واسعة كده، الحتة الواسعة دي في سكة صغيرة اهي حوالين الهرم ده، الشكل الكونيكال ده. طيب يبقى الفلويد هيبقى ماشي هنا في امان الله، عشان يطلع مفيش قدامه غير انه يعدي من الاريا الصغيره بس، فكده يحصل له فريكشن لوسز والضغط بتاعه يقل، يخرج من هنا يروح لمين؟ للايفابوريتر. طيب ايه الاوتوماتيك في الموضوع؟ يعني والله الفكره ان انا ممكن اعمل ادجاستنج للفتحه دي، ازودها واقللها. ازاي؟ زي ما انت شايف كده قدامك، عندك ايه، عندك سكرو، السكرو ده بيضغط على سبرينج، فالسبرينج لما تضغط، لما انا الف السكرو ده يعني انزله لتحت يضغط على السبرينج اكتر، يروح عامل ايه، يضغط على البتاع الدافرام اللي شايله، يروح موسع ينزل دي لتحت، فكده يعمل ايه اسفه، يوسع الاريا بتاعت اللي بيعدي منها الريفريجرنت. يعني ده لما ينزل لتحت المسافة اللي الفلويد هيعدي منها هتبقى اوسع، وكده يكون ثروتلينج اقل، الدلتا بي هتبقى اقل. بس كده فين الاوتوماتيك اللي في الموضوع؟ يعني ان والله ربنا كرمهم وبقوا بيعرفوا يغيروا الفورس اللي على السبرينج ويغيروا منها فتحة ايه البتاع، فتحة اسمه ايه ده، الفالف ده. بس كده هي دي الفكرة.
يهمني في ايه؟ يهمني ان في حاجة شبهه بقى اخترعوها بعد كده، اللي هي الثيرموستاتيك اكسبانشن فالف. تعال بقى للثيرموستاتيك اكسبانشن فالف وركز فيه علشان ده مهم. طيب جبنا سيرته في تاني محاضرة تقريبا، تاني اسبوع دراسة، لما كنا بنحكي على المحاضرة اللي فيها كنترول للسايكل، وقلت لك ان في بالب، والبالب دي بتتحط على مخرج الايفابوريتر عشان تتحكم لي في درجة معينة من السوبر هيت، وقلت لك هرسمه لك اهو. طيب تعال بقى نبص على الرسمة دي ونفهمها كده على رواقان. اول حاجة قدامك هي على فكرة هي نفس الفكرة بتاعت الايه، البتاع الاوتوماتيك ملوش اي معنى ده، بس يعني نفس الفكرة. ايه هي؟ انك بتغير فتحة الفالف اهي. طيب نفهم بقى واحدة واحدة. عندك من هنا ادي الهاي بريشر، ده الليكويد اللي داخل من الكوندنسر، عاوز يروح لمين؟ عاوز يروح للايفابوريتر. فين الايفابوريتر؟ اهو، وادي الايفابوريتر شخصيا، وادي مخرج الايفابوريتر. ماشي. طيب يبقى حضرتك عندك الفالف بغض النظر شكله عامل ازاي، والفلويد الريفريجرنت خرج منه وراح للايفابوريتر، وهو خارج من الايفابوريتر انا عملت ايه؟ جبت بالب كده مليتها من نفس نوع الريفريجرنت وحطيتها على المخرج عشان تحس بدرجة السوبر هيت. طيب نفهم بقى واحدة واحدة كده ايه اللي بيحصل. تعالى هنا يا سيدي بص على الريفريجرنت، اهو خارج من الكوندنسر، هيعدي في الاريا الصغيرة يروح لمين؟ للايفابوريتر. ايه بقى الفورسز الكتيرة اللي هنا؟ عندك هنا بيلو، بيلو ده فريم كده حاجة شبه البالونة، وعاملة ايه؟ وموجودة كده، دي واضح انها بتتحكم في مكان السبندل او النيدل اللي بتفتح وتقفل، يعني البتاعة دي بتطلع او بتنزل نتيجة ايه؟ نتيجة ان الدافرام ده بيطلعها وينزلها. لما اضغط عليه الفرس اللي بالازرق الغامق لما تزيد تضغط عليه اكتر فتعمل ايه؟ تسحب البتاعة دي معاها لفوق، فالسكة تتقفل. مش تقفل طبعا 100%، بتتقفل اكتر، يعني تقفل ببرسنتج اعلى. والله ولو ايه اللي حصل، ولو الفرس اللي هي اللي جاية من هنا هي اللي بقت اعلى، تروح عاملة ايه؟ تروح زق البتاعة دي لتحت فتزود الاريا، فالثروتلينج يكون اقل. طيب نفهم بقى ايه علاقة الكلام ده بالديجري اوف سوبر هيت. طيب الفورسز اللي تحت اللي بالازرق الغامق جاية منين؟ جاية من ضغط الايفابوريتر. مش هنا الريفريجرنت خارج رايح الايفابوريتر؟ طيب البريشر، البريشر لازم تعمل ايه؟ بريشر في اريا هتدي لك فورس. تمام، يبقى دي فورس جاية من قيمة ضغط الايفابوريتر. طيب وهنا الفورس دي جاية منين تاني؟ بص بقى تحت هنا في حاجة اسمها adjustable spring، في spring كده وراكب عليها سكرو، السكرو ده مسمار كده انا بفتحه واقفله، لو لفيته مع عكس عقارب الساعة يبقى انا بضغط السبرينج بخليها بطول اقل، ازود الفورس اللي جاية منها. الفورس دي بتسمع في ايه؟ بتسمع في النيدل برضو اهي. يبقى انا كل ما هضغط الفورس دي هتتغير، او ليها قيمة يعني معينة اسمها اف سبرينج، اللي هي دي اف اس. هتسمع ازاي؟ هتسمع في النيدل، تزقها تزق البلو. يبقى الاف سبرينج والفورس اللي جايه من ضغط الايفابوريتر الاتنين مالهم؟ الاتنين بيأثروا من تحت لفوق على السطح اللي تحت من البلو. طيب مين بقى اللي بيرد عليهم من الناحيه التانية؟ المفروض يتزنوا امتى؟ من البتاعه دي، البتاعه دي او البلب دي جاي منها، دي اللي بتحس بدرجة حرارة السوبر هيت، أو يعني هي لازقة على الماسورة اللي خارجة من الإيفابوريتر. كل ما اللي خارج من الإيفابوريتر درجة حرارته تعلى، هيتنقل للبلب دي كمية أكبر من الحرارة. ماشي. وبعدين ما هو كمية أكبر من الحرارة دي هتعمل إيه؟ هتخلي الليكويد اللي قدامك ده يتبخر. مش بتاع البلب دي جواها ليكويد ريفريجرنت؟ اه، لما هيسخن هيتبخر. وبعدين يعني ما هو البخار ده مش هو موجود في فوليوم ثابت؟ اهو الفوليوم ده بتاع البايب. ماشي. البخار ده هيعمل ايه؟ هيبقى كميته اكبر، وبالتالي يعمل ايه؟ يضغط اهو مفتوحة على ايه؟ على السطح اللي فوق من البلو، تروح ضغط على البلو عاوزة تنزله. طيب وبعدين يعني
اول حاجه دلوقتي انا فهمتها هي اتزان الفورسز، فورس جايه من الايفابوريتر، فورس جايه من السبرينج اللي هي دي، وفورس هنا جايه منين؟ من البلب نتيجه ايه؟ البريشر بتاعه البخار اللي جواها، ماشي؟ اف ديو تو بريشر. طيب وبعدين يحصل ايه دلوقتي؟ تعال نتكلم بقى لو انا عاوز اخلي درجه حراره السوبر هيت ب 10، سوري ب 5. طيب عاوز اخلي درجة السوبر هيت ب 5، يبقى دلوقتي انا ظابط البتاعتين دول على بعض، ان الفورس اللي جاية من هنا مع الفورسز اللي جاية من هنا يكونوا قد بعض بالملي، بفتحة ثابتة. لما التو فورسز اللي فوق واللي تحت يكونوا قد بعض، هيكون ايه؟ اتزان الفورسز، يخلي البيلو ده في وضع ثابت، وبالتالي النيدل هي كمان في وضع ثابت. طيب وبعدين يحصل ايه بعد كده؟ والله مرة واحدة الحمل اللي في التلاجة زاد، الحمل اللي جوه الايفابوريتور. يعني ايه؟ يعني زي ما اكون مثلا فتحت باب التلاجة دخلت لها هواء انفلتريشن، مثلا اللود زاد لأي سبب، فتحت الايفابوريتور حطيت اكل لسه درجة حرارته عالية او زي برد، يبقى انا كده بعمل ايه؟ يبقى انا لما بحط هنا حمل زيادة البخر بتاع الريفريجرانت بيعلى، صح ولا لأ؟ ايوه بالظبط، انت حطيت حاجة سخنة هتنقل حرارة اكتر لمين؟ للفلويد الريفريجرانت اللي جوه الايفابوريتر. يبقى درجة الحرارة هنا دلتا تي سوبر هيت ما بقتش ب 5 اللي انا كنت عاوزها زمان، عليت ولا لا؟ اه عليت. عاوز ارجعها تاني تبقى 5، انا عاوز، انا مقرر النهاردة ان درجة حرارة السوبر هيت هتبقى ب 5، تمام؟ طيب كده البخر زاد، وبالتالي درجة الحرارة هنا زادت، وبالتالي كمية البخار اللي هيطلع من البلب دي هيكون اعلى، مش هي سخنت اكتر؟ اه. يروح يعمل ايه؟ يضغط على البيلو ده، مش اداني بريشر اعلى، يديني ضغط اعلى من الناحيه دي، من ايه؟ من فوق لتحت. السهم اللبني ده هيكون اكبر. طيب وبعدين يعني السهم ده لما يزيد يبقى كده النيدل هتتحرك ازاي؟ الفرصه اللي فوق بقت اكبر من الفرصه اللي تحت، يبقى النيدل هتنزل. النيدل لما تنزل المساحه دي هتبقى اكبر، وبالتالي اعدي كمية اكبر من الريفريجرانت. تلحق تعمل ايه؟ توزن تاني، ترجع تاني كمية الريفريجرانت تزيد، وبالتالي البخر ماله يرجع يقل تاني، تمام؟ طيب يبقى دلوقتي ايه اللي بيحصل في البتاعة دي؟ ارجع تاني بقى اسمع الحتة دي كذا مرة لحد ما تلزق في دماغك. طيب وهتلاقي طبعا هنا في فيديو ظريف جدا بيشرحها بالتفصيل الممل. زي ما انت شايف بقى انا عماله هنا اقول ايه؟ الضغط من الناحيه دي، والفورس، والسبرينج، والبيلو. واضح ان كل دي حاجات ميكانيكال بحته. اي حاجه ميكانيكال مع الوقت الاستيفنس بتاعتها هتضعف، هتبتدي الفورسز دي القيم بتاعتها تتغير، السبرينج دي تريح شويه، وبتقول بيلو هو كمان يبتدي ايه؟ يضعف. فكده ما بقتش الموضوع بالظبط كنترولابل زي ما انت عاوز، القيم هنا هتتغير وانت مش دريان. طيب يبقى دلوقتي هننتقل من الثيرموستاتيك للنوع بقى الخرافي اللي هو اسمه ايه؟ الكترونيك اكسبانشن فالف. ايه بقى الالكترونيك ده؟ بيعمل نفس القصة، يغير الفتحة دي. طيب هل هنا بقى في سبرينج ولا في فورسز ولا في بيلو ولا الهواء؟ امال ايه اللي بيحصل؟ باجي على المخرج ده احط تمبرتشر سنسور. طيب تمبرتشر سنسور ده هيروح لمين؟ هيروح لكنترولر بي اي دي. لو خدت كنترولر هتعرف البي اي دي اللي هو ايه؟ البروبورشنال وال اسمه ايه؟ الانتجرال والديفرنشال، ماشي؟ هتلاقي بي اي دي كنترولر ده من الاخر يعني بيجي له سيجنال منين؟ يحس بدرجة الحرارة هنا، ويحس بدرجة حرارة الايفابوريتر، ويحس كمان بالبي كوندنسر، ويحس وانت تدخل له كانبوت دلتا تي سوبر هيت اللي انت عاوزها. فهو يعمل ايه؟ ياخد درجة الحرارة يقارنها، يروح بقى يفتح الجداول اللي هو جواه بيلت ان، جواه داتابيز كل انواع الريفريجرانت تقريبا اللي في الدنيا بالجداول بتاعتها، يدخل يعرف عند التمبرتشر والبريشر ده يبقى درجة السوبر هيت بكام، يحسب بدرجة السوبر هيت ويقارنها بالانبوت اللي انت كنت عاوزه، ويطلع لك من هنا قيمة لفتحة الفالف دي قد ايه. يفتح الفالف ده ازاي؟ باستخدام حاجة اسمها ايه؟ ستيبر موتور. يعني ايه ستيبر موتور ده؟ الستيبر موتور هو موتور بيفتح حاجة بستبس معينة. على فكرة بيكون في الانواع دي حوالي 500 ستيب او 600 ستيب مختلف.
ده يديلك طبعا accuracy عالية جدا لدرجة حرارة السوبر هيت، ويديلك performance عظيمة وستدي للتلاجة. فده طبعا بيستعمل في تلاجات التخزين الكبيرة العظيمة. ماشي، ما اقدرش في تلاجة تخزين استعمل حاجة كل شغلها ميكانيكال، وبالتالي الريلايابيليتي بتاعتها هتكون ضعيفة. تمام، نوصل من هنا لمين كمان؟ نوصل للهاي سايد واللو سايد فلوت. طيب كده احنا خلصنا الالكترونيك اكسبانشن فالف. هنا بقى الكونسبت مختلف شويه. الكونسبت هنا عباره عن ايه؟ كلمه هاي سايد فلوت يعني الفالف جواه فلوت، عوامه. العوامه دي كل ما ليفل الليكويد اللي تحتها يعلى هي تترفع لفوق، وطبعا كل ما ليفل الليكويد يقل تروح نازله. طيب هاي سايد فلوت يعني العوامه موجودة فوق ليكويد، الليكويد ده هاي بريشر يعني واخد ضغط الكوندنسر. الناحية التانية لما نشوف اللو سايد هيكون الفلويد الريفريجرانت اللي تحت العوامة دي هيكون واخد ضغط الايفابوريتر. تعال نفهم البتاعة دي الأول بتعمل ايه. احنا دي كانت مرتبطة بمين يا جماعة؟ بالفلودد ايفابوريتر. هي عاوزة على طول يكون الايفابوريتر اهو، ده السهم اللي رايح للايفابوريتر، يكون اللي رايح للايفابوريتر ده ضغطه ايه؟ يكون كله عبارة عن 100% ليكويد. طيب وازود واقلل كمية الليكويد عن طريق حركة البتاعة اللي لونها اصفر دي اللي اسمها النيدل، نيدل ابرة. طيب طبعا الكلام ده بيشتغل امتى؟ ده طبعا كويس جدا في الاحمال المتغيرة. بمعنى ايه؟ تعالى بقى نروح نبص كده على سيكونس التغير. اول حاجة ايه اللي بيحصل لو بنتكلم هنا على ناحية الهاي سايد؟ فانا بتكلم على ضغط ثابت من الكوندنسر. لو ضغط الايفابوريتر علي، تعالى كده نرجع للرسمة. لو ضغط الايفابوريتر زاد يعني ايه؟ يعني انا زودت الحمل. يعني ايه زودت الحمل؟ يعني دخلت منتجات جديدة مثلا بدرجة حرارة الجو الى جوه التلاجة. ده معناها ان هي حاجة لسه سخنة فهتبتدي تطلع حرارة اكتر، فالريفريجرانت هيوصلوا كمية أكبر من الحرارة. طيب لما الريفريجرانت يوصلوا كمية أكبر من الحرارة ده معناها إيه؟ معناها إن كمية البخار، سرعة التبخر، بقى في تبخر عالي، الريت اوف ايفابوريشن للريفريجرانت جوه الايفابوريتور بقى أعلى. طيب نوصل لهنا نلاقي إيه؟ والله كل ما البخار يكون أزيد إيه اللي يحصل؟ البتاعة دي الأبيض ده مليان بخار. طيب لما البخار هنا يزيد يعمل ايه في البتاعة دي؟ يطلعها ولا ينزلها؟ تمام، هي بالظبط النيدل is pushed upward. طيب يبقى هنا كل ما كمية البخار اللي راجعة من الايفابوريتر تكون اعلى، يحصل ايه هنا؟ يحصل بانه الليكويد اللي موجود ده يقل. انا عاوز ادخل للايفابوريتر ليكويد اعلى، يبقى الفلوت دي هتطلع لفوق. تطلع لفوق معناها انه ايه اللي يحصل؟ معناها انه النيدل دي كمان ترتفع معاها. الاتنين دول موجودين مع بعض على لينك، اللينك ده مربوط كأنه كانتيليفر. يعني ده لما البتاعة دي تطلع لفوق النيدل هي كمان تترفع معاها، هما الاتنين كأنهم ممسوكين بإيه؟ بدراع واحد كده. ماشي، ونعمل ايه هنا؟ وساعتها تكون الام دوت ريفريجرنت تعلى فتعمل بالانسنج للبريشر. طيب اللي يهمني اكتر طبعا ايه هو اللو سايد فلوت. اللو سايد فلوت بيشتغل بنفس الكونسبت، ولكن كل البتاعه اللي قدامك دي عباره عن ايه؟ جواها ضغط قليل، ضغط الايفابوريتر. فين بقى الايفابوريتر؟ اهو دي المواسير بتاعه الايفابوريتر، مغرقانه ليكويد طبعا زي ما انت شايف، هي في القاع بتاع الفيسل الكبير ده او البان الكبيره او الفوليوم الكبير ده. وخلاص اي بخار هيحصل هنا هيعمل ايه؟ كل ما الريفرجرنت ده يتبخر البابلز خفيفه تطلع لفوق، تطلع لفوق اهي، تعدي الليكويد وتوصل للفراغ ده. ده فراغ كبير، فوليوم كبير الابيض. طيب يحصل ايه دلوقتي؟ برضو نفس الحكايه، والله كل ما البخار ده يعلى كل ما هيعمل ايه؟ كل ما انا هبقى عاوز ليكويد اكتر، فاروح اعمل ايه؟ افتح الفالف ده اكتر، بس كده. يبقى من هنا ادي مدخل الليكويد ريفريجرنت، يعدي على الفالف الاول يعمل له ثروتلينج، يبقى كل اللي قدامك الازرق ده ليكويد ات لو بريشر. تمام، يبقى هنا ده عشان كده اسمه ايه؟ لو سايد فلو. ماشي، طيب
مع تغير اللود يحصل نفس الفكرة اهو، معدل ايفابوريشن يعلى، النيدل تتحرك ازاي ابورت، بريشر الايفابوريتر تعلى، يبقى انا محتاج كمية اكبر من الريفريجرنت، بس ازود بقى هنا الام دوت ريفريجرنت عشان ارجع اعمل البالانس تاني. طيب السولونويد فالف يعني ايه؟ كلمة سولونويد، ايه السولونويد فالف ده؟ ده فالف بيفتح ويقفل بكهرباء، يعني يجيله سيجنال كهرباء يفتح 100%، تتشال سيجنال الكهرباء يقفل 100%. ده طبعا لازم تكون مأمن بيه، ده بتعمله كسيفتي بحيث انك تأمن بيه كومبريسر، لو حصل ان فيه ليكويد زاد لا طبعا تضمن انه ايه ما يوصلش اي ليكويد للكومبريسر، ماشي؟ فده بس نوع من السيفتي خليك عارفه كمعلومة، تمام كده؟ طيب احنا من هنا وصلنا لايه؟ فهمنا انواع اللو سايد والهاي سايد. اللي يهمني اكتر مين، اكتر حاجة تهمني في المحاضرة دي هي الفرق ما بين الثيرموستاتيك اكسبانشن فالف والالكترونيك، ماشي؟ ده بيشتغل ازاي، ده بيشتغل ازاي، الفكرة طبعا، وبالانس الفورسز ده شيء مهم جدا، يعني 90% لازم يجي في الامتحان لان ده حتة كونسبت مهمة، واحنا اوريدي شرحناها وشرحنا البالب والكلام ده في المحاضرات الاولانية خالص من الدراسة، تمام كده؟ أشكركم ونشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله على خير. السلام عليكم.